السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته لكل متابعينا الاعزاء من جميع انحاء الوطن العربي. اهلا وسهلا فيكم في فيديو مع ماركي سريع ان شاء الله. نقدم لكم انترو من التلاير الجديد. طبعا فنتفقد الاشعارات، نتاكد انه طبعا وضعته له تمام والتسجيل سجل تمام. طبعا في بدايه كل معركه ما ننسى انه نستخدم بس الكهرباء من اجل المساهمه وتعزيز سرعه البناء في بدايه المباراه، ثم نضع 300 جنود ومبنى توليد طاقه وثلاث موارد، يعني تت أبني للموارد من أجل إنتاجية موارد عالية منذ بداية اللعبة. طبعا بعد نرفع بسرعة ليفل 2 مشان هذا الحكي بيساعدنا وبيساهم إن نطور بشكل أسرع. على كل حال بنحاول نجمع قدر الممكن من الأعلام، لأن هالبطولة تعتمد على الرايات، بس الفوز فيها ما بيعتمد على الرايات، بس الرايات بتساهم وعامل حساس كثير فيها. طبعا انتم شايفين في انتقام مناوشات جنود في انها متفرقة من الخريطة. طبعا جنود الخصم قوية جدا، هذا يدل على ان العدو لا يستهان به. طبعا بسرعة بنرفع ليفل 3، انه ليفل 2 لا يكفي لان نلعب احنا برانك عالي، رانك 21. اذا لنا ليفل 2 راح نخسر، لازم على السريع نرفع ليفل 3. طبعا نبني بنايتين من اجل دبابات الهامرز من اجل الاستحواذ على الرايات، لان الخصم اذا لعب بالكايوت او بالدبابات او اي اشي ممكن انه يقتل كل جنودنا بسهولة. لهيك لابد من استخدام الهامر، ولابد من استخدام اسلحة مضادة للجو، ولابد او استخدام طائرات الهليكوبتر من اجل التعزيز. يعني بدك تلعب بحذر. طبعا لا تزال مناوشات متفرقة في انحاء الخريطة على الرايات. طبعا نرسل هان جنود مشان ياخذون الراية هاي، وعلى الراية الثانية العدو ارسل لنا دانين. فدك دبور، طبعا الحمد لله مضاد الجو هي طلع وجاهز. طبعا العلم اللي بعيد بدنا ننساه، نحاول ان نروح. الحمد لله الدبور مات. نبعت سرية منفصلة على الجهة اليسرى من اجل احتلال الراية. زي ما حكينا لكم بدك تحتل الرايات من شان تضمن فوزك. طبعا الخصم احتل الراية اللي فوق، نبعت سرية كاملة فوق من شان نرجع الراية اللي فوق. لا تكون سريع في التحركات. طبعا نرسل سرية للاعلى نشوف وضع في الاعلى. يبدو ان الخصم ده جيكوار واحد، جيكوار اثنين. لا، الاشتباك الان راح يكون في اذى النا، لهيك نتراجع للخلف وبنفس الوقت نحتل الراية اللي فوق. عدو ما رمى هو سهل بدو تركيز عالي. طبعا قوات الاي اي يعني بتضايق الخصم منذ بداية المباراة، بس هي ما بتنهي المعركة، بس بتضايق الخصم. بس بعد 20 دقيقة او 25 دقيقة من بداية اللعبة بصير هجوم الاي اي مزعج جدا، يعني بصير مضر يعني مش طبيعي. على كل حال مش مهم، بنحافظ على قواتنا في وسط الخريطة ونترقب اللحظة المناسبة مشان نتحرك، انه الهامرز بالمواجهة مباشرة ضعيفة. الهامرز بدك تتحاور وتناور فيها. واكتشفنا ان العدو قام تفريق قواته، وهذا الحكي مفيد كثير لنا، لهيك احنا هنهجم على القوات المتفرقة، لانه الجيكوار في وضع الانتقال تكون ضعيفة للغاية مما ادى لسهولة اصطيادها. طبعا الخصم بسبب حركته الغبية تشتيت جيشه طلع على الراية اللي فوق، قدرنا نصطاد كل الجكوار الخاصة بي بسهولة، والمول يعني هو الخلد يعني ما استفاد منه بالمرة، هيوقع بموت بسهولة. طبعا الحمد لله انتهت المباراة. غلط واحد من الخصم مكننا من نفوز وناخذ الفوز بسهولة. الخطأ اللي خطبه يعني خطأ عظيم، انه حرك قواته بشكل اعمى مما ادى الى اصطيادها من قبل الهامرز. طبعا هاي من الاستراتيجيات اللي حاب استخدمها هي تتبع العدو، لانه لحظة واحدة من لحظات ممكن تدمر عدوك. اذا عدوك كان غافل عنك مثلا، تحرك حركة غلط، عمل شغلة غلط، سوى، فلهيك لازم تراقب تحركات خصمك. وهذا من فوائد نشر الجواسيس واحتلال الرايات منذ بداية اللعبة، وتتابع تحركات الخصم، ان اي تحرك خاطئ للخصم بعطيك الافضليه والفوز ان شاء الله. على كل حال اتمنى ان الفيديو عجبكم، لا تنسوا تضعوا اللايك والاشتراك بالقناه حتى يوصلكم كل جديد. كان معكم اخوكم خليل من الاردن، اللقاء حتى نراكم في الفيديو القادم. سلام.